سمك الحمرا. انت قلت لي بقى ايه دي اسمها ديسكس السمك الحمراء. كل الاسماك اللي هي عامله زي الديسك دي باسمها ديسكس، حتى الجميله دي كده. خبر ابيض. والسودا اللي بترقص اللذيذه دي اسمها ايه؟ جوست. جوست. ازيك يا سمكه؟ بصراحه طبعا اللي انتم شايفينه ده الهوس الهوايه بتاعت عامر صلاح الجنرال مانجر بتاع اس ام سي اي. وهنا ده بقى اللي هو حوض السمك التاني اللي هو كله عضلات. دي سمك منين يا عامر؟ انت قلت لي من بحيره ايه؟ ليك ملاوي افريكا. ليك ملاوي افريكا، عشان كده دي اسماك طبعها سيء جدا. ها؟ وفي هيراركي يعني. هو ده الكبير يا عامر؟ يس. اه. وفين التانيين مستخبين من ورا؟ لان في هيراركي يعني، ما حدش يقدر يتكلم مع التاني. بص دي عامله ازاي. اوكي، طبعا واضح ان مكتب عامر في حاجات بتخليك تعرفش تركز، تبقى عايز تلعب في كل الحاجات اللي موجوده دي. ها؟ وبعد كده هناخد الحوض الثالث لبره. خفت الاسماء ايه دي تخش.